تفاني النوم وانت بعيد عني. لكم فيها نصيب ولكم فيها يا اللي تحبون سلطانة ويحب اي جار امس وقبل امس واليوم. طيب انت الحين هون جايك شاكك الحال ابن احمد شاكك الحال لا ها تراها قافله منها البارح وبتصادك بالزمزميه لين تبدغ وجهك خلاص اطالع طالع ببرد تبدي فيه تبيني خنقك يضحك يضحك له بيبي ابو خمس عشان تكمل النقاط مره ثانيه يلا يلا سلطان لبيه لا خله معي في الاعلام في الاعلام اي معك معك وانت ويا مجموعه واحده خلاص خليه يقوم قم الله لا يهينك انا عايزان قم الله يبلغ طيب والله يا اخي يعني انت لا عاد خلاص الصدق انت بتقول يا الاعداد ترى نقاطي واجد لا تطلعني شو اسمه كلامك يا اسد اي ولا الاعداد لا تطلعني برايي الاعداد ترى عندي نقاط طيب احد يزل تعال هنا لا احد احنا اثنين على ستة ستة خذوا الاعداد صح؟ هم حاسبين كل شيء انفخوا ثلاث والله اني داري من امس اكتب الاعداد انفخ 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 انفخوا ثلاث اوه قلبي كشفتوني انفخوا ثلاث يلا خذ انفخ انفخ انفخوا ثلاث بالونات يا الربع خلوها عندك الا خلاص عايد ارحب يا شنار فلورين شباب الين شنار بس مو باجي ايوه بس يا خلاص لا تبغوا وانت بتاع بعدين يسوون عيال راقدين يا ولد عيال راقدين يا ولد سلطان عيال راقدين عيال راقدين كذا زين ابو عاصم اي خلاص راح راح يا ولد العيال راقدين بس العيال راقدين يا ولد سلطان اللي ما هو بلاعب وما اعطيه الا بحقه خلها عندك بس سكر ثاني العيال راقدين عصريه ممتعه خلها هنا حتى نفخت خبلك هي كانها راسي بناحي عطني لا تربط ثاني اكسيد الكربون طلع لا اعطيته اربطها انا نفخت هنا الله يوفقك يا ابن خلاص يلا 1 2 3 4 5 6 سلطان تعال هنا سلطان لا تنفخها احنا 3 3 اجعل امك وابوك في الجنه ولد الدنيا شوف انت وش ولد لا 1 2 3 4 5 سلطان تعال هنا ابعد عني لا خلينا شنار لا انت تعال هنا عند سيف يا رب قلب 1 2 يا عيال ما تدخلوا غير لعبنا ولا لا 5 احلام العصر 5 اصبر احلام العصر 1 2 3 4 5 6 ستة شنارة يا راقد عطني صح عطني عطني بروح للمكتب عطني بعلمك عطني بشيء تعال هنا انت مع الفريق هذا جيب البالونة لهم الفريق هذا يا ابني بس يلا روحنا روح هنا فريقك هنا يلا ما نبي يا شيخ مو على كيفك مو على كيفك ما بيهم يا ولد اعطهم واحد ولد رئيس الفقرة انا نبي سلطان يلا عشان نقاطه واجد ما نبي يروح منا يا الربع اسمعوا شوف مسابقة يا الربع مسابقة طيب سلطان تنفخها ترى ما لها دور لا تخرب علينا لانها ثلاث تنفقع الثلاث هذه كل فريق يفقع بلونة الفريق الثاني اذا فاز خذها منها عشان ما يشغلنا البيزر لا بحطها في مخبار خلاص ارد لك يا الربع يا لك سنت طلعوا لي واحد من هنا نزل بالونه طلعوا وانت واحد من هنا يلا تعال انت هنا تعال وجهك هنا اسمع شباب
تسوي حركات إيه. يضحك بضحك ما لي دخل تسوي حركات يضحك اذا ضحك لعبتني لا 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 سوي يضحك ما يضحك لعبتني يلا ما يضحكني خليه يضحك انت ضحكت لا هو اللي ضحك لا عندي. انا قلت سالم يضحك سالم سالم انا ابغى سالم طلع لا لا ما رفع عندي سالم يا اخوي سالم يضحك سالم سيف تعال انا اخاف اللي ما يضحك انا يلا يلا افقع في الحين ايش اللي يضحك الثاني ايش انت ضحكته لا هو يضحكني وش انا حاضر على المسابقه الشيخ خلاص يلا يا طيب ضحك اضحكه اي ضحك ضحك تعال ضحك بدل يضحك لا انا ما ضحك لا ما ضحك ما ضحك ما ضحك شيخ ما ضحك لا لا قلت طلع قلت طلع قلت طلع ما اقبل ما اقبل يلا يلا ما اقبل يلا يلا انا في تركي اذا ما خليت يضحك انا ما يمسال كيف اضحك يلا ابصم انت لا اشوف اسنانك كان سمكه كانك سمكه جد فهمت الشباب ضحكوا يلا ابغى شيء سالم بس يلا ابغى تربيز ابغى تربيز صور شاش يعني كتش 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 خلاص خلاص يلا دور بسرعه ضحكه عيا اضحك خلاص دور بكيتك شيء لا بدون مسك يلا خلاص خلاص يلا ضحك هذا كيف يا واحد هذا ما اريد اخاف بسرعه تكبروا مع الطيور تكبروا صوتك انت عزيز صح يلا جاهز ابصم تضحك ضحك يا شيخ روح روح يجي بدل بدل اشتقت الديره المفروض اني ما اجاوب عليه صح؟ اي نعم ما اجاوب عليه لين انت اضحك كذا عادي بس حلو معليش في اخبار اه شنو معليش لا تدنك اه ها ما ضحك ما ضحك راح كمل دنكتين الحكم موجود يلا عد لين 10 كمل لا تعد 10 ما شباب عدوا 10 يلا ما نفتح لا 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 ما تعدوا انا العب اوه يلا يلا بدل ايس كريم زين والله اعطيك ايس كريم في ايس كريم مانجا انت دلوقتي والله حلو والله حلو جيف سيف هذا سيف شد حيلك فيها يا سيف لا ليه الرقدي ما عليه عادي خلهم يقوموا لا 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 يلا افقع 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 بسرعه بسرعه ذا الحين اخلص طيب اختاروا من 21 سؤال طيب صراحه منو سؤال قاسم بصر انت هنا مع الفريق هذا هو انت معهم بس ما فيك حد يتحرك عادي يلا من 21 20 20 20 السؤال يلا اسبوعنا ما زال سوره سميت باسم حيوانات في القران الكريم لا ما لك دخل انت ما تجاوب لا معنى هو لا ما يجاوب هو يعرف ليش لا معنى ما يجاوب اثنين طيب ثلاثة ليش معنى ليش معنى؟ مناح السؤال هذا ما يجاوبه مناح هو صار تختار السؤال اللي يجاوبه لا مناح مناح هو معنى معنى هو معنى معنى شيخ عندي طب خليني اقول السؤال معكم بس انا ما يجاوب لا بلا لقي معنى خليني وش الفايدة؟ يا شيخ اثنين ثلاثة اربعة انا عندي جواب النمل انا قلت اختار وشو؟ النمل انا قلت كم عدد السور؟ صورتين ولا ثلاث ولا اربع ايه اللي يذكر فيها اسم حيوانات اي نعم انت كم الرقم كم قلت اثنين ولا ثلاثه ولا اربع 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 ثلاث يا رجل اربع يا ثلاث نحل البقر نمل حيوانات يا حشر اسكت خلاص الاجابه خاطئه الاجابه الصحيحه اثنين البقر اول شيء اول شيء اول شيء هذا معكم بس ما يجاوب وش يا اخي هذا هو حط اسئله عليها ومجاوب عليها جعل طيب خلاص غير السؤال ما دام عارف غير السؤال حطه عند ظلك اوه قال الكتاب كله لا لا اختاروا من واحد ل 20 شوف هذا عبد الله معنا طيب 10 يقول كم عام استمر نوح يدعو قومه الى الله 900 ها 150 سنه
اخذ الاجابه. احسنت. نعم اخذ الاجابه. نعم. 950. اختياراتي. لا ما اعطي اختيارات. انت جاوبته. لا جاوبته. 950 وروح. لا اصبر. 950. لا عاد اختياراتك. خلاص 900. عطنا اختيارات. لا جاوب اكثر من مره. عطنا اختيارات عيال. هد 950 وروح. نعم عندي عندي لا حشو غلط. على اخر اعطيكم اختيارات. فكروا لا تستعجلون. 900 950 150. 950 اكيد. اخذ الاجابه. اعتمدها. تعتمد الاجابه من سيف. من سيف. 950. انا متاكد من 950. متاكد 950. لا 950. يا رب والله لا تعفجك يا ناصر. 950 و 950 خلاص. متاكد الاجابه صحيحه. يا اخي يسهل. اعرف حرام عليكم. قمنا ورجعنا. هي جايه من قبل اسبوع. اعرفها من زمان. سؤال حلو. طلعوا لي واحد من هنا. تركي 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 بس لا خلاص ماشي. تعال اذن لا تقول شيء. بس طلعوا لي واحد من هنا. ابشبي انا 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 حجر. يلا رح. تعال هنا. ارجع انت هنا. يلا يا الربع بيمثل لكم تمثيل. ايه ممكن بدون كلام. انت قاعد تنزل. اذا عرفتوا المثل بسرعه لكم 10 درجات. جامع موسوي شوف سهل اشرك. ايه خصم صوت. شباب 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 اصبر 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 اصبر. سيف ترى اذا صار هنا الكلام بخصم عليكم 10 درجات. اول كلمه ايوه عطله الاسهل عطله الاسهل. انا ولد عمي على لا ها من جد من جد من جد من زرع حصلت 20 درجه. نفس الحكم اللي مع الهلال ما تذكر اللي هي عم المجال كله من النجوم. هذول النجوم احنا صواعق الكواكب. يلا ثم الاسم. اي هذه النكته ما قد قلتها. طب عادي انا اجيب المثل من عندي. انا اوريك على خشم. وش ذا؟ لا مو مثل ذا شيخ. يا شيخ لا اقسم بالله ما تجيبونه. اي والله لا الشيخ متحامل علينا. تركي شيخي تفضل. والله يا شيخ ما يجيبونها. انا ما ادري ايش تقول. ترى عندك شنار وعندك شيب وعندك رجال دار ورجال ادع ابجي انا اسمعك. ينفذ بذراعه يجيبونها. ينفذ ها وقت قصع. ايه خلاص ابجي يا ولد. ما لك دخل في الحروف. ابصم والله ما تجيبونها. لا 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 بيجيبونها. ايش راح يصير زين. كم كلمه؟ ثلاث الاوله عم المقال كل جميعا. ايوه هواء النفخه. هواء فيه شيء اسهل بس يلا الاولى. تعال 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 خلنا خلنا ابو عاصم. يا ابو عاصم علمه انك يا اختي. ليش علمه يعلمهم زين. لا ما احتاج ولا تصيب ذاك اللي ابو عاصم. اه حرام عليك. حرام درج انت. يلا يلا هو درج والله. يلا يلا كل اللي ينفذ بذراعه. صح كل اللي ينفذ بذراعه. شوف النفذ ايش معني. هذا بما اني اعرف ناصر بذمتي ما سامعكم. لا والله ما سمعت. انت انت ليش ذره حطها في عينك؟ شو تسوي؟ 20 درجه وحش. طيب ما يحتاج. انا ادري انا بتجيب معي راسك. اي علينا يا ناصر. هو يقول نفذ. عم من قال كله ايش راح مره ثانيه. اعطوني طلعوا لي واحد من عندكم بسرعه. لا لا تحرك من دخلت انا. يلا بالله شوي تاكد درب يدور ولا زي ما لا مو جايين الحين. وطلعوا لي واحد من عندكم. يا سلام يا شنار. انا والله شوف راح كان المطبخ بس عاد. يلا تعال نزل الحب. نزل الحب. جيبه 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 لين تخلص. ما في شيء تمسكه. خلاص خليها لك. يلا شوف تقولون ارقام بس ما تقولون لا سبعه ولا خمسه. يلا ابدا. واحد واحد ثلاثه. لا واحد اثنين ثلاثه خمسه. خمسه ما احتاج تعصيب. لا دق سلفه. اي هو لازم ما يقول خمسه ولا سبعه. خمسه وسبعه ما تقال.
هاقول اللي يبي. أنت ليش تقول ثلاثة؟ قلها بالترتيب. يه واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية تسعة عشرة 11 12 بسرعة 13 14 16 17 لا عم مل مقال كله لا خلاص فزنا اليوم صح؟ اي نعم سهلين مرة يلا قول استطاع كلش تعلم لا تعلم لا لا احنا يلا اختاروا من 70 الى 80 70 على لسان من جاءت هذه الآية أسلمت لرب العالمين خيارات للأسف ما في خيارات غير اختيار طيب غير نختار طيب من 70 إلى 80 85 من 70 إلى 70 يا ربي السلامة كم سورة تبدأ بالحمد لله كم صورة تبدأ بالحمد لله صورة صورتان خمس خصم لفريق سيف عشر نقاط عشر نقاط خصم اي عليك خمس خمس لا حملنا شن لا خمس خمس اعطوني رقم اكيد بسرعة خمس ها جاوب عبد الله معهم جاوب ما لك دخل لان ما في خيارات ما في ايه خلاص ليه؟ التوبة التوبة ما فيها بسمة الخلقة يا ضايع خلاص قول الله واحد صورة تبدأ واحد لا رب العالمين خلاص لا دقيقة ضيعت 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 يا خلاص يا كيبل واحدة واحدة المشكلة حتى لو بقول الاسم هذاك ما يمديني ارقع اعتمدها واحدة اعتمدها واحدة كهف صورة الكهف بس الكهف هو الفاتحة صح فاتح صورة؟ لا آيه ها؟ اي صورة طيب اثنتين آخر شيء كم؟ اثنتين اثنتين بس آخر شيء علمهم ناصر انت كيف حالك؟ شركة يلا آخر شيء لا هذه مشكلة ما في إجابات يلا بسرعة عشان افقعها يلا أبو سلطان اتوقع انك شيء فعاليات من العصر أنا ادخل هنا نرضي والله يلا الإجابة صحيحة حلوة ايه عطنا عطنا يا بلون احنا فايزين قبل شوي يلا عطوا سؤال لا شيخ قبل شوي احنا فايزين اختاروا سؤال لا احنا فايزين قبل شوي لا اختاروا سؤال من 40 الى 50 يلا 50 خشمي خشمي نعم كان يوسف عليه السلام نبيا وكان أبوه وجده نبيا فمن هو والد سيدنا يوسف يوسف يعقوب عليه السلام يعقوب أكيد نعم يعقوب وإسماعيل وإسحاق يعقوب يعقوب إجابة صحيحة ثنتين عاد ثنتين لأننا فزنا احنا جاوبين قبل شوي لا 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 أنت اللي تضررت يلا الحين باقي اللعبه حركيه الحين انتهت اللعبه خلنا لا تقفل انت لا تقفل انت ولا ولا اطرح اطرح قوم يلا 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 لعبه 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 حركيه وجعكم والله انه وجعكم ها بصوا والله انه وجعكم قوم لا هو ايش فينا هذا ولد خلوني فيختي خلاص فايزين طالب يفكون باللونات صبري صبري شاع ها ها لا بدون مدة يد حفادتي ترى ابو سلطان يقول بدون مدة يد ترى ابو وجه والله نوجه والله نوجه والله نوجه والله نوجه ها كذا لا هذا قليل بدون مدة يد الله حرام كذا يلا ناصر يلا ناصر يلا اوه يضرب يضرب ابو سلطان لا عيال هم عدو خلاص خلاص لا لا ما يمسله خلاص اللي مفكح
عموما دقيقه دقيقه ابو سلطان شوف ضربني وضرب من بعد. نعم 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 يا اعطانا بوكس والله يا سلطان طالب ان تتخذ الاجراء يعني اول اليوم جاء وطاح على مناحي غصب عليك غصب عليك غصب عنك اسمع حتى ما عاد عرفت تقولها اللي تخشوا منه قاعد بالوته قدام عين أوه. يا رب السلامة يا انا بروح اسوي غداء مع اخي شنار يلا كل واحد يقطع فيخته ايش يا شيخ يا انا معلم قرن والله العظيم المرض ابو سلطان يشوف العصر كذا بكوك حلو خلينا من المغرب نبدا تخربون الوضع انتم ولا اجي الواحد يتحمس معك والله حمستوه ولا شيء على اساس انك جاوبت